وسهلا بحضرتك، رجعنا من الاستراحة وهنبدأ في دلوقتي. أول حاجة هنعمل صوف كحك ثالث بالزبادي، في ناس كتير قوي بتحبه. خلينا نبقى راضينا كل أصدقائنا وحبايبنا اللي بيشوفونا. عايز أوريكم شكل الميزان. أنا بصراحة بحب الميزان ده قوي عشان ده ميزان رقمي، فبدوس عليه بيديني بيصفر على طول أهو الأون بتاعه. بدي بقى كل الكميات اللي هو عايزها، بوزن عليه ومش غالي أهو، مش غالي وبيتباع في كل المحلات. جيبوه في البيت مش هيجرى حاجه. هنوزن البوله الاول، ما فيهاش حاجه ساده اللي انا هوزن فيها، مثلا هصفرها والبوله دي تبقى على صفر، وبعدين ابدا احط المكونات. اوزن بقى كيلو دقيق اشيله لوحده، احط بقى نص كيلو سمنه اشيله لوحده. المهم قوي 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 فكره ان وجود ميزان، لان في انواع من الحلويات الغربيه لازم فيها المعايير، يا الميجرين كابس يا الميزان، مهمة جدا. بصوا العجمية بقى هنا، بصوا بصوا بدأت تتماسك، دي لسه ما تتماسكتش، لسه سخنة. بصوا حضراتكم، بصوا القوام، خلوها بقى ما تبقاش ناشفة عشان تبقى طرية تدوب جوه، لأنها هتنشف شوية في الفرن هتمسك نفسها يعني. فإيه، تعالوا بقى نحط الإيه العجان بتاعنا، بسم الله، ونركب الكف بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. إيه نقول مقادير الكحك عندنا بالزبادي. حاضر، ومقادير الكحك بالزبادي يا ولاد، نزلوا لنا المقادير دي. مقادير كحك بسيطة وجميلة وفي ناس كتير بتحبها ونتيجتها حلوة قوي على فكرة. أنا بصراحة أول ما اتبعت لي عايزين كحك الزبادي استغربت جدا، قلت يا في ناس لسه استل بتحب الكحك بالزبادي ده. تعالوا يلا نقول المقادير. عندي لمقادير الكحك بالزبادي، يلا، نص كيلو دقيق، الله عليك والله، نص كيلو دقيق منخول كويس. عندنا من الزبادي علبة زبادي، وعندنا كوباية وربع من السمنة، وعندنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعندنا معلقتين سكر بودرة ورشة من الملح. اللي عايز يضيف سمسم براحته، دي حاجة ترجع لحضراتكم. أول حاجة باخدها كده الزبادي، هاخد كده الزبادي هضربه مع السمنة ده. تمام، وهاخد معاهم السكر البودره. قد ايه سكر بودره؟ معلقتين. وتقدروا تحطوا المعلقتين دول في برضو الكحك اللي بالبيكنج باودر مع العجينه نفسها، ما تكتروش عن كده. بسم الله. اهم حاجه في استخدام البسكوت النشادر وبسكوت البرتقال والمثلا البيتي فور، الزبده لابد ان تكون ساقعه. ساقعه يعني ايه؟ مش طالعه من الثلاجه مجمده قوي، او ساقعه اللي هي خشب، لا، تكون قعدت بره ريحت، واجي احط صباعي بالضغط كده، بالضغط يعني اضغط سنه الاقي صباعي ساب اثر، لكن احط صباعي الاقيها كريمه، دي غلط. تعالوا كده ناخد ام جوزيف، اهلا وسهلا. صباح العسل، يشوف عظيمة. صباح الفل عليكي، كل سنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة وبخير يا رب، ربنا ما يحرمني منك يا قلب، منورة القناة الأهلي يا عمري. يا رب يخليكي، يا رب يخليكي. أنا فرحانة إنك طلعتي هوا النهاردة، ربنا يخليكي يا حبيبتي. كل يوم أفتح وأبص أقول يا رب تطلع هوا عشان نكلمك. إحنا هوا معاكي كل يوم إن شاء الله بإذن الله، من السبت للأربع إن شاء الله. ربنا ما يحرمني منك يا عمري، وتسلم إيديكي في الكحك والبسكوت، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين. آمين يا رب العالمين، كل سنة وأنتوا طيبين يا حبيبتي. تسلمي إيديكي في الحاجات الحلوة اللي بتعمليها دي يا عمري. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي لي. ربنا يخليكي. طب بص بقى، شوف عظيم، يا رب يخليك الغريبه، يا رب يخليك وديك، عشان انا بحبها جدا الغريبه. تقريبا هنعملها بكره، تابعينا بقى شوفي احلى غريبه. خلاص ماشي، احلى غريبه ان شاء الله عشان خاطر ام جوزيف. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي، شكرا لمكالمتك. كل جمهورك طيبين وخير يا رب. امين امين يا روح قلبي، تسلمي لي يا ام جوزيف، شكرا ليك ولاتصالك. بصوا بقى، تعالوا كده، بصوا خلطنا السمن بالزبادي بقى كده. طيب هنيجي بقى ناخد، بسم الله الرحمن الرحيم، بيكنج باودر. طبعا لما بحط بيكنج باودر بحط لازم ذره الملح، مهمه قوي ذره ملح. وخليني اقلب كده. بسم الله، الدقيق كل ما تنخلوه كل ما يبقى هش وجميل مش مكتوم. استخدموا المتعدد الاستخدامات او الكحك والبسكوت. طيب هناخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بخلي لازم شويه في الاخر لضمان نوع الدقيق. افرض انا بستخدم نوع دقيق، حضرتك مش بتستخدمي نفس النوع
يبقى الفروق بسيطة دي في ايدينا. بسم الله. حلوه برده. ندخل الايه السمن مع الزبادي. الزبادي ده بيخليه برده عجينه ليها طعم حلو وطريه وجميله. بسم الله. ازاي يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هديها بس يعني كمان ضربه كمان ضربه كمان. بسم الله. نجرب كده اخر مره. الله، بصوا طريت ازاي. شايفين بقى ان خدمه العجينه مهمه ازاي. ساعات بتخدع على فكره، يعني ساعات الواحد بيتخدع بالعجين. تعالوا بقى كده. ما عندهمش عجين، هنعمل على ايدينا. اهم مرحله في العجين ان احنا نبصه كويس بالسمن بايدينا على قد ما نقدر. اي بقى معمول فيه سميد ده موضوع تاني. احنا هنعمل معاكم كحك لاصدقائنا الغاليين علينا، بس خليه مفاجاه. ليه كده تكنيك تاني نعرف برضو الدول الاخرى بتعمل ازاي الكحك بتاعها. فعايزين نقدم منه حاجه ان شاء الله هتستمتعوا بيه، وفكرته رائعه، وهيبقى قريب شويه من اصدقائنا اللي بيعملوا المعمول اللي دخلوا نسبه سميد، لان السميد ده بالذات عشان حباته تتفتح محتاج لتكنيك برضو. طيب هناخد كده من العجين وهبدا احشي. انا عندي هنا ايه الحشوات، او الملبن مثلا، او بال كده. بصوا بصوا لونه جميل ازاي، وسهل وبسيط اهو اهو. وهحطه على الصاج. خليني اجيب الصاج. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الكحك زي ما قلنا فيه نسبة سمنة كويسة، مش محتاج ان انا احط فيه او ادهن الصاج اي حاجة. طيب ده نص كيلو، تقدروا تجربوا في شوية لو حابين تشوفوا كده. بصوا بقى الملبن، بصوا الملبن بيبقى ماسك نفسه ازاي. اللي احنا عملنا عليه معلقة صغيرة سمن وحطينا له شوية سمسم اهو، بقفل كده العجينة كويس. اهم حاجة ما تطلعوش الملبن ده بره. ليه؟ علشان ما يسحش في الصاج ويبقى مش حلو، بيطلع بره وينشف. واعمل كده اهو كده. وتعالوا نحط الايه القمر ده. يا نهار ابيض، ما يغلوش عليك والله، ربنا يبارك فيك يا استاذ سمير والله. ناخد بقى اللي بالعجوه شويه او بالتمر، برضو حطيت معلقه صغيره سمنه على البارد. ليه؟ اتفقنا عشان ما ينشفش في الفرن. يبقى انا بسخن وبصوا بس الكحك بقى. يا لهوي، بصوا بصه كده. يا خبر. لسه هنديله لونه ولسه ما كملش، بس هيجيبوه لنا حالا، هتشوفوه حالا. بصوا كده. بسم الله. اللي في الفرن بقى، في الفرن يا استاذ سمير بعد اذنك. بصوا الجمال. ودي ممكن تبقى العجميه اهي اللي قلنا فيها مكسرات. ومش عايزين تحطوا مكسرات ما تحطوش، حطوا سمسم بس ماشي، اللي موجود عند حضراتكم بتحبوه. في ناس بتحبه ساده اصلا، بيبقى رائع برضو. انا زمان كنت بحبه ساده، ما اعرفش شكله بمحشي. هطلعه لكم ثانيه واحده، ثانيه واحده حبايب قلبي، انتوا تؤمروا. بسم الله. بصوا كده. الله. كده محتاجين بس لسه قدامه شويه، هو يعني هياخد له مثلا 20 دقيقه مثلا، يعني مثلا بفترض معاكم عشان بس ايه على حسب الفرن. الافران الحاميه قوي من تحت هدوها
يعني نسبه اقل، يعني لو احنا بنقول 180 انتوا اعملوا 170، لو انا بقول 170 وعالي عندكم انتوا حطوا 160 هكذا. فايه نبدا نظبط الكحك بقى اللي بالزبادي ده، سبحان الله يعني في ناس بتحبه قوي. بصوا نقلب بقى وهنشكله برضو عادي جدا بال زي ما انتوا عايزين. الكحك بقى اللي احنا كنا ساعات بنفصله، بصوا ساعات بنعمل كحكايه كده، ممكن بقى نفصل شويه، اللي بالتمر مثلا بنعمله شكل، واللي بالعجميه بنعمله شكل مثلا. يعني بصوا هوريكم ده شكل برضو، بس بحشيه بقى شويه حلوين كده مثلا يعني كده كده. يا استاذ سمير ماشي، معجب جدا بالكحك يا استاذ سمير، ربنا يخليك يا فندم، والله ما تحرمش منك جدا، ربنا يبارك فيك. بصوا بقى نعمل بالنقشه، فاكرين اللي انا كنت ماسكاها في ايدي دلوقتي راحت فين؟ اهي بسم الله الرحمن الرحيم. اوريكم برضو طريقه ظريفه بيدي شكل حلو بصراحه. بصوا مثلا يعني نعمل واحد شكل واحد شكل اهو مثلا، فيبقى ده شكل هنا وده شكل. اهو يعني ايه اهو مثلا، بس بقى كل اللي من الحجم ده يستوي مع بعضه، وكل اللي من الحجم ده يستوي مع بعضه، عشان ما يبقاش ايه الاحجام تبقاش متفاوته. اهو 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 كحك الزبادي، يلا بينا. شايفين عجينته جميله ازاي؟ شيل بلابلنا زي ما كانوا. بصوا انا بجمعهم كده في علبه بيبقوا جنبي يعني في المطبخ، وفي برضو عشان ما يضيعوش منكم كده ولا كده، وتبقى الدنيا تمام. اتبقى عندي شويه ملبل زي دول، هعمل بيهم ايه الملبل ده؟ هاخده في كيس تلاجه واقفله كده وابططه واشيلهم في الفريزر. عندي شويه عجميه اتبقوا، هاخدهم في كيس وهقفلهم واحطهم في الفريزر. عندي شويه تمر من اللي انا عجنته ده من غير ما يتكور يعني، هاخده احطه في كيس وهشيله في الفريزر. اي وقت حضراتكم جايين تعملوا اي حاجه هتقدروا. عجينه الكحك تتشال في الفريزر يا جماعه، عجينه الكحك تتشال في الفريزر. انا دلوقتي لما بعمل ساعات كحك كتير ببقى نفسي فيه، او مثلا حد من ضيوفنا او حد من المقربين جاي من سفر وبيبقى نفسه ياكل الكحك ده، ساعات بعمله بشيله في الفريزر، بيطلع اسيبه على رخامه المطبخ لفتره كويسه من بالليل للصبح، او مثلا 3 4 ساعات كده يفك تماما. اخده بيبقى محجر شويه او ناشف سنه، ببدا الينه بايدي بالطريقه اللي وردتها لحضراتكم، يرجع عجينه لينه زي دي بالظبط. ابدا اخده واشكل واحط في الصاج وتمام، ويطلع زي القمر. يعني ان شاء الله يا رب نكون احنا جاوبنا على كل الاسئله الخاصه بحضراتكم. الحلقات اللي جايه ان شاء الله يبقى فيها بيتي فور والغريبه. تعالوا بقى دلوقتي نبدا نستقبل ضيفتي اللي هتشرفني وتنورني في الفقره اللي جايه، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. هتكلمنا عن اسئله كتير حضراتكم سالتوا عنها، وعن ايه هي الفيتامينز المهمه للجسم، ازاي نعرف احنا عندنا نقص فيتامين ولا لا، امتى نستشعر ان احنا محتاجين ده ونسبته قد ايه ونعمل ايه الصح، كل ده هنعرفه معاها. خلينا نطلع لاستراحه ونرجع نستقبل ضيفتنا في انتظار حضراتكم.